مشاهدي قناه مصر الزراعيه، كل سنه وانتم طيبين متواصلين معاكم في الخيمه الرمضانيه. الخيمه الرمضانيه هي اللمه الجميله بتاعتنا، لمه رمضان. كان لنا هدف جميل قوي لما فكرنا في الخيمه الرمضانيه، ان احنا ندور على المفقود، او بمعنى تاني ان احنا نشوف ايه اللي ناقصنا علشان نرجع تاني لاصاله وجمال زمان. سرعه الحياه والمشاكل والاحداث السياسيه ممكن تكون بعدت الناس شويه عن بعض، لكن في الفتره دي، فترة رمضان والخير والذكر والقرآن، فترة التسامح والمحبة، عايزين نرجع أقوى وأجمل من زمان. في الخيمة الرمضانية بنتواجد مع المزارع، مع الفلاح، مع الفن، مع العالم ومع الشاعر. هدف كبير جدا إن دايما المجتمع المصري بطبقاته العريضة وبجميع الفئات الجميلة اللي موجودة فيه نتتواجد مع بعضيها، نسمع بعض، نتكلم مع بعض، نشوف إيه الجديد اللي ممكن يقوله لنا عن طريق الشعر أو الأدب. كل يوم في الخيمة الرمضانية بنحاول ان احنا نبقى متواجدين في مكان ما من داخل مصر، بس بطريقة مختلفة، ان هم يكونوا معانا داخل هذه الخيمة. نروح ندور من صعيد مصر، ندور في وجه بحري ووجه إبلي. لازم كل أبناء مصر يشاركونا في الخيمة الرمضانية علشان نستمتع مع بعض بلمة رمضان والبركة اللي موجودة في الشهر الكريم. النهاردة هيكون معانا فقرة جميلة جدا عن القبائل العربية، القبائل العربية وأهميتها بالنسبة لمصر وتاريخ مصر، أهميتها لحماية حدود مصر، وماذا تحتاج القبائل العربية في المستقبل أو بالتحديد في هذه الأيام علشان نقدر نستعيد مرة أخرى التواصل بين القبائل العربية وبين الشعب المصري عموما. عايزين نسمع ونتكلم معهم عن عادات والتقاليد العربية، عن الشهر المبارك كيف يكون داخل هذه القبائل، وما هي الطقوس المميزة لشهر رمضان عند القبائل العربية. أيضا هيكون معنا فقرة أخرى هنستمع فيها وهنتكلم من داخل الريف المصري ومع الفلاحين المصريين، نشوف بيعبروا عن الشهر الكريم إزاي، بيشتغلوا إزاي، مواعيد الصلاة، مواعيد العبادة، أيضا الطقوس الرمضانية، الزيارات، لمة العيلة ولمة العمدة في دوار العمدة. كل ده هنشوفه النهاردة في هذه الفقرة علشان يكونوا معانا متواجدين داخل الخيمة الرمضانية. أيضا القاهرة العظيمة وشوارع القاهرة، الطقوس اللي احنا بنشوفها في القاهرة وجمالها وشوارعها، هل ما زالت زي ما هي زمان؟ هل الجمال اللي كان موجود داخل العاصمة بدأ يتراجع بسبب بعض المظاهر اللي الدولة في هذه الفترة بتحاول أن تحاربها وتجد حلول جذرية لهذه المشاكل؟ هيكون معانا فقرة بتتكلم عن هموم الشارع المصري وكيف استعادة جمال مصر وعراقة شوارعها. هيكون معايا الدكتور أحمد صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، علشان يقول لنا إيه هي أهم المشاكل اللي الحكومة بتتعامل معها في هذه المرحلة، وإزاي نقدر نستعيد جمال القاهرة القديمة. فاصل سريع أبتدي معاكم الخيمة الرمضانية علشان نستفيد ونستمتع بكل وقت مع ضيوفنا النهاردة. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. سبحان الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم
تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. ولا محروما إلا أطعمت ولا يتيما إلا كفلت. اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديت ولا شقيا إلا رددت. اللهم اجعل وعيد وصل للأرحام يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر.